السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو، انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں سورة الکہف کا آیات نمبر 28 سیکھیں گے. آپ میرے پیچھے پڑھ لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ پڑھ لیے. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين مع الذين مع الذين يدعون ربهم يدعون ربهم بالغداة 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 والعشي 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 يريدون 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 وجهه 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 ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ولا تطع من أغفلنا من أغفلنا من أغفلنا ولا تطع من أغفلنا قلبه 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 عن ذكرنا عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره وكان أمره فرطا
فرطا وكان أمره فرطا بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم.